تشكيل هذه المباراه، تشكيل فرقتين، وايضا اجواء ما قبل المباراه مع زميلنا من ملعب المباراه استاد بيتر سبورت زميلنا محمد ساهر. اتفضل يا محمد. تحياتي ليك إدارة الكرة المصرية طبعا كابتن طارق يحيى دايما متألق في الاستوديو التحليلي، وتحياتي لنجوم التحليل الكابتن أحمد عبد الحليم والكابتن حمادة عبد اللطيف والكابتن جمال حمزة. الجولة الأولى بقى وعنوان المباراة هيكون الدفاع عن اللقب. الزمالك بيدخل أولى جولاته اليوم على ملعب بتروسبورت مع نادي إنبي في أولى مباريات الدوري العام، نتمنى إن شاء الله تكون سهرة بيضاء بخطين حمر. كمان مباراة مهمة جدا لكل جماهير نادي الزمالك، وده اللي أكد عليه كارتيرون في المحاضرة منذ قليل، أكد على عدم التهاون في التفريط في أي نقاط، وخاصة ثلاث نقاط النهاردة هيدوا دفعة للفريق وانطلاقة قوية في بداية الموسم. وكمان أكد كمان على كل اللاعبين استغلال الفرص اللي تتيح للمهاجمين وإحراز هدف مبكر بيربك من حسابات نادي إنبي. وكمان في تعليمات فنية كده داخل الملعب لنص الملعب تحديدا لإمام عاشور بالتسديد على المرمى. تعرف كابتن طارق ملعب إنبي بلغة الكرة كده بيبقى كنس شوية، فهيبقى الاختراق من العمق هيبقى صعب شوية، اللعب أكتر هيبقى من على الأجناب، وهيبقى التسديد من خارج ال 18 عن طريق إمام عاشور. مستر كارتيرون بيلعب بنفس يعني التشكيل المباراة الماضية باستثناء بس تغيير واحد هو عبد الشافي اللي دخل بدل فتوح عشان الإيقاف. بيلعب 4-2-3-1، بيلعب بابو جبل في حراسة المرمى، 4 في خط الظهر، بيلعب حمزة المسلوسي باك رايت، 2 مساكين محمود علاء والونش، باك شمال بيلعب عبد الشافي، 2 محوري ارتكاز طارق حامد وإمام عاشور، قدامهم 10 أوباما، وجناحين جناح يمين زيزو وبن شرقي وسيف الجزيري. النهارده نادي الزمالك بيفتقد طبعا نجومه كباتن الفرقه، 2 تقال جدا، شيكابالا للايقاف وحازم امام. شيكابالا عنده ايقاف 8 مباريات وحازم امام 4 مباريات، وطبعا فتوح عنده ايقاف 3 انذارات هيغيب برضه النهارده على اللقاء. وكمان في رزاق سيسي بيعمل عمليه تاهيل للركبه، وكمان ايمن حفني مش متواجد. الدكه النهارده قويه جدا، دكه نادي الزمالك فيها لعيبه بتصنع الفارق، في نجوم كتير قوي على الدكه النهارده، في عواد في حراس المرمى، وفي عبد الغني وعبد الله جمعه ورؤى واسلام جابر ومحمود عبد العزيز ونجم ومصطفى فتحي وعمر السعيد. الزي الجديد النهارده الزمالك بيرتدي زيه الجديد، زي ابيض شيك جدا. النهارده في 8 كاميرات بتنقل اللقاء، وفي كاميرا سبايدر كده لاول مره هتبقى في الهواء كده، كاميرا هتنقل كلها اتش دي، هتنقل المباراه لاول مره بنشوفها في الدوري المصري. الجماهير النهارده يعني عدد كويس جدا النهارده حضر اللقاء، حوالي لا يقل عن 500 متفرج زملكاوي النهارده، ولسه في بتتوافد بعض الجماهير. حضرتك عارف ان كل فريق بيبقى ليه 1000 مشجع في كل مباراه. لو رحنا الناحيه الثانيه، الكابتن حلمي طولان بيلعب بتشكيل مكون من محمود جاد في حراسه المرمى، علي فوزي باك رايت، ومحمد اسماعيل ومحمد وابراهيم يحيى ومروان داوود، وبيلعب في نص الملعب مصطفى شكشك وصلاح ريكو ومحمد مرسي، وقدام جون ايبوكا ودينو بيتر ومصطفى شلبي. الطريقه 4-3-3، قد تتحول ل 4-4-2. الاحتياطي عبد العزيز البلعوطي واحمد جمعه ومحمد شريف وخالد رضا والحسن مسهودو ده الغاني واحمد العجوز ومهاب ياسر واحمد قاسم وزياد كمال. حكام اللقاء النهارده طاقم تحكيم مكون من الحكم محمود ناجي مساعد اول، هاني عبد الفتاح مساعد ثاني، محمد لطفي وسامح حسين حكم رابع، الفيديو حكم فيديو حسام عزب، ومساعد فيديو مصطفى عثمان، ومراقب المباراه كابتن خليل حامد. تاريخ مواجهات الفرقتين في الدوري لعبوا 33 مباراه، كانت الغلبه طبعا فوز الزمالك، فاز في 18 مباراه وتعادلوا في 10 مباريات، وانبي فاز في 5 لقاءات. اكبر فوز الزمالك فاز فيه على انبي كان في 2018-2019، كانت النتيجه 4-1. دي كانت كل كواليسنا هنا كابتن طارق في ملعب انبي بيترسبورت، والانطلاقه الاولى طبعا ضربه البدايه الزمالك وانبي. الان بالتاكيد عوده ليك مره اخرى في الاستوديو بصحبه نجوم التحليل، اليك الكلمه، تفضل. بشكرك شكرا جزيلا زميلي محمد ساهر على هذا التقرير الوافي من ملعب المباراه.